معكم رشدي هشام، رئيس قسم التواصل والشؤون القانونية والتوثيق بالوكالة المستقلة لارك. دونك على إثر التساؤلات ديال المواطنين والناس ديال القنيطرة على سبب ارتفاع الفاتورة ديال شهر 5، تنوضح لكم بأنه خلال الفترة ديال الحجر الصحي توقفت الوكالة على قراءة العدادات. دونك شهر 3 ما تقراش العداد، وشهر 4 دونك باش نفاكتوريو على الناس، تعطاتنا التعليمات أنه نديرو تقديرات، وتقديرات اللي ماشي عشوائية، تقديرات على أساس استهلاك متوسط ديال شاك كليون، يعني أي زبون على أساس استهلاكات ديالو المتوسطة في 2019. دونك فاكتورينا شهر 3 فاكتورة تقديرية، 4 تقديرية، 5 اللي غادي نقراوها في جوان، في شهر فاتح يونيو تعطانا التعليمات أنه نقراو العدادات. دونك تقرات العدادات بشكل حقيقي، العداد اللي قرينا الاندكس، يعني آخر اندكس تقرا هو ديال شهر 3 مع ديال شهر 6، عطانا 3 شهور، يعني الاستهلاكات ديال المواطنين ديال 3 و4 و5. هاد 3 شهور هي استهلاكات حقيقية، يعني المواطن استهلك الماء والضوء بشكل حقيقي. هاد 3 شهور تحترمت فيها في الفوتارة نظام الأشطر. أشنو هو نظام الأشطر؟ يعني كل شطر، كل مونطون ديال الفاتورة تنشوفوا أش من شطر تتكلاصا فيه، وتنطبقوا عليه الطريفة ديال هذاك الشطر. الشطر الأشطر العادية ديال شهر 1 معروفة، تجيكم كل شهر. في حالة استثنائية ديال شهر 5، الفاتورة ديال شهر 5 الاستهلاكات كانت 3 شهور، شيء عادي أنه غادي نضربوا الأشطر في 3. كيفاش؟ ناخذوا مثال ديال هذا الزبون، هو كلا في 3 شهور 598 كيلوواتر. ها انت النومبر دو موا فاكتوري، هي تنقولوا 3 شهور. كون كان الشهر عادي، ها هو هذا هو الطريف ديال الشهر عادي في الشهر الموا، كون كلا هاد 598 في شهر 1 كون مشى الشطر السيليكتيف 4 اللي هو هذا اكثر سوبيريور 500 كيلوواتر، غادي تطبق عليه الطريفه ديال 1.39 درهم. حنا باش تنبين لكم بانه الوكاله احترمت الاشطر، شدينا هذا الشطر ضربناهم في 3. دونك هذا الشطر سيليكتيف 1 العادي هو 151 ل 200، ضربناه في 3 ولات 450 ل 600. السيد كلا هاد 598 غادي هو تيتكلاصا في هاد الشطر ديال السيليكتيف. دونك خلص بالطريفه ديال 0.90 اللي هي اور تاكس، تي تي سي هي 1.0372، هي اللي تتشوفوها هنا في الفاكتوره. دونك هاد السيد طبقنا عليه السيليكتيف، يعني اشطر تحترمت ديال 3 شهور ماشي ديال الشطر، كون كان عادي كون خلص ب 1.59. دونك توضحت هاد الامور ديال التساؤلات، واش الوكاله احترمت نظام الاشطر ولا لا. دونك تبينت لكم بانه الاحترام كاين. اللي عنده شي مشكل ولا شي ريكلاماسيون، الابواب ديال الوكاله مفتوحه، ناخذوا الريكلاماسيون ندرسوها، ولا عنده الحق اللي عنده شي حق ياخذه. الفاكتورات خضعوا لحالة استثنائية هاد الشهر، زيادة على لي كونترول اللي تنديرو عاديا، دارت قراءة ثانية للعداد من طرف شخص آخر اللي تقرأ العداد المرة الأولى، عطينا عاوتاني الناس أخرين قراو العداد باش نشوفوا واش نفس القراءة، كون إلا كانت الاختلاف تنديروها مرة أخرى نفيريفيو. دونك الخطأ
ديال العداد قليل هذا الشهر استثنائيا. داكشي علاش تعطلنا في الفاكتورات، الناس تيقولوا الفاكتوره ديال الخمسة علاش تعطلات ما خرجاتش بكري، راه حيت درنا القراءه جوج مرات باش نتفاداو اي خطا في قراءه العدادات. حتى لهنا تفاهمنا. دونك فاش تقراو الكونسوماسيون دارت الفاكتوراسيون خرج واحد المبلغ، المبلغ اللي تمثل الاستهلاك الحقيقي ديال اي زبون خلال 3 شهور، 3 قدرناه، 4 قدرناه، دونك 5 فاش قرينا 3 شهور سي لوجيك، يعني غادي نقصوا داكشي اللي قدرنا لكم. يعني اش نديروا هنا؟ تتبان لكم هذه الفاتوره ديال هذا الشخص اللي كونسوما في الشهر الحقيقي 246 متر كوب ديال الماء، جاتو الفاتوره غادي يخلص 2442 درهم. في لاكيس ولا في الانترنت فاش يجي يخلص ما يلقاش هاد 2442، غادي يلقاها مقسمه لستة. هاي هنا فهنا تتبان بوضوح، الا قسمنا 2442 على 6 تتعطي 407 دراهم، يعني غادي يلقى نفس الفاتوره ديال شهر 5 فيها 6 المرات. حنا ما غلطناش، ماشي ضربنا الفاتوره في 6، لا قسمناها على 6 وخلينا الاختيار للزبون يخلص القسط اللي بغى، يقدر يخلصوا في شهر 8، يقدر يخلصوا في شهر 7، يقدر يخلص واحد، يقدر يخلص جوج، ويقدر يخلصهم بستة. دونك هادشي تبين بأنه الوكالة عطات الاختيار للزبون وتتساعده أنه يخلص بكل أريحية. على هذا الأساس طبقنا على المبالغ اللي هتخرج للناس، اللي هتخرج لهم مبالغ كيف ما كان هذا المبلغ كبير ولا صغير، طبقنا عليه تلقائيا أوتوماتيكيا تسهيلات. يعني اي واحد دخل الانترنت، دخل الموبيل، جا لاجونس، مشى البوان دو فونت تسهيلات ولا فواتير اللي في الاحياء، غادي يلقى شهر 5 مقسم 6. راه ماشي درنا لكم الكونسوماسيون 6 المرات، راه ماشي خطا، هذيك راه الكونسوماسيون. رجع الفاتوره ديالك اللي يمكن تدخل ليها عبر البوابه، لانه باقي ما تعطاتناش الاوامر انه نوزعوا الفاتورات، دخل البوابه ولا اجي لاي ملحقه ديال لارك وطلب الفاتوره ديالك، اتلقى بانه هذاك التوتال هو يساوي مجموع التسهيلات اللي غتلقاها في لاكيس. ناخذوا مثلا هذا السيد، اتلقى شهر 5 معوض 407 407، الا شدينا هاد 407 ضربناها في 6 راه هذاك هو المونطون ديالو ديال الفاكتوره. بغى السيد يخلص غير 407 بسم الله، بغى يخلصها كامله 6 شهور راه يقدر يكوشيهم كاملين ويخلصهم بمره، راه ما كاينش خطا انه تنعاودوا ولا تنضربوا الفاكتوره 3 4 5 6، هذوك راه تسهيلات مجانيه من عند الوكاله، ما عليها لا مصاريف زياده، ما طبقنا في هاد الفواتير لا زياده ديال القطع بسبب عدم تاديه الفواتير. الوكاله دارت لكم جميع الوسائل المريحه باش يمكن لكم تخلصوا الفواتير ديالكم ديال شهر 5 اللي تراجعات، ديال 3 و4 اللي تراجعت في شهر 5 بشكل مريح وعلى خاطركم.